الى الفارق بالنسبه لمنتخب ملاوي عن طريق مسوه وقت تم اقصاء اللاعب موفو ليروا، وكذلك دخول خالد القربي إعادة للتصويبة الأخيرة لغادة الحارس حمدي القساوي وتبديل الفريق لمنتخب الملاوي في الوقت البديل للشوط الأول عن طريق اللاعب. قبل الصفر إذا قدر الله السجل، شوفوا إذا من سيرة إتاي كان ينداء وحمدي القساوي كان ينداء ويسجل قوية جدا من وسط المرمى، تصبح النتيجة